هي بقى اللي هي مش حقيقة إيه؟ إيه؟ إن البنات بتحب المطبخ. أنت شايف بقى إن البنات فعلا بتحب المطبخ ولا زي ناس كتير ما بتقول مش بتحب أصلا المطبخ ولا بتحب الطبخ، لكن هي دي حاجة لازم تعملها؟ لا، هي في كل في وفي. أول حاجة البنات ما بتحبش تخش المطبخ عشان المواعين. أول حاجة ما بتحبش تخش المطبخ عشان المواعين. والمطبخ حسب التعود، الأم هي عودت البنت ولا لأ. مش تقول لها خليكي في دراستك، واهم حاجه دراستك ومستقبلك وشهادتك وبتاع، وسيبيه عليا انا المطبخ. لا، هتاخد جزء برضه من وقتها لمصلحتها هي، لان البنت دي هتعمل بيت، والمطبخ مهم للبيت الجديد، عريس واولاد جايين واسره جايه. مش فاهمه يعني هي بتحب المطبخ ولا ما بتحبش؟ في وفي. حسب التعود، حسب الام. لا، ملهاش علاقة بالتعود. ازاي يا في ناس كتير اهلهم كانوا بيفرضوا عليهم يدخلوا المطبخ بيبقى فرض، لكن بيكبروا مش بيحبوه. فهو مش حسب انت الام، انت شخصيا، لان البنت شخصية مستقلة ملهاش دعوة بحسب الام. يعني لو كل امي البنات يا بنت. لو انا امي فرضت عليا ان انا ادخل المطبخ ولازم اتعلم عشان يوم ما افتح بيت، لا انت شخصيا بتحب المطبخ. هل ده معناه، استنى خليني اكمل بس نقطتي، هل ده معناه ان انا هطلع بحبه؟ ما هو مش معنى ان حاجة اتفرضت عليا ان انا بالضرورة احبها. انا ما قلتش كده، قلت على حسب الأم بتعودها. أيوة، ولا لا؟ التعود، هل التعود الأم غصب عنها؟ التعود مش بالضرورة. أو ما هو التعود مش ضرورة أنا أحب الحاجة. ما أنت ممكن تتعود، أنت متعود تروح الشغل كل يوم لكن ما بتحبش الشغل. التعود مش بالضرورة حب. التعود بس مفيش حد واخد بالك من القاعدة دي؟ أيوة صح. التعود ليس بالضرورة حب. أنا ممكن أكون متعودة مجبرة. هي الفكرة إننا لازم نفرق بين حب البنت نفسها للمطبخ والطبخ. في فرق. الحب يا بوسبوس هو النفس، لو ما دخلتش بتحب المطبخ لا يطلع وحش، خدي بالك. الحب للشيء هو النفس. النفس ان الاكل بتاعنا يطلع حلو، داخله بمزاج رايق وسعيده ومبسوطه، في كيمياء بتطلع في الاكل، تنعكس على طبعا الأكل. دي انا موافقه معاك عليها. طبعا. فهي الامهات من البدايه ما تفرضش، تدي زي ما بيقولوا ايه، افكار، تعالي نعمل كذا مع بعض، تعالي نعمل كذا مع بعض، نعمل مع بعض. استنى قبل ما نوصل للامهات، خلينا الاول في البنت وهجي لك في الام. البنت لازم تفرق بين، يعني احنا اصلا الاول لازم نفرق بين حب البنت للمطبخ والطبخ وبين انه يتفرض عليها. لان اغلب الاهالي مع الاسف لحد النهارده بيصمموا انهم يعلموا بناتهم الطبخ قبل الجواز او عشان يساعدوهم في البيت، فالبنت بتدخل المطبخ وهي الحقيقه مضطره وتعمل اللي امها تقولها عليه وتفرضوا عليه عشان تساعدها. وتيجي الناس بعد كده تفسر الموضوع ده زي ما الشيف حسن انه حب للمطبخ والطبخ زي ما انت قلت اتفرض عليها. ده مش شرط حب، مش لازم حب، ومش لازم الموضوع يبقى فرض. اصل الحاجه اللي انت بتفرضها ساعات الفرض ده بينفر وبيبعد. صح. والبنت ما تفرضش. لا، البنت دلوقتي بقت بتعرف تقول لا، او شخصيتها قويه. مش مختلفين. ما بقتش مجبوره زي زمان. بس بصرف النظر ان هو تفرض عليها، بص لازم تحب المطبخ لانها مستقبلها ايه؟ هتعمل بيت. لا، لازم تتعلم تطبخ مش تحب. اصل لازم تحب دي